حرب يدفع المدنيون فيها ثمن تصاعد القتال وإخفاق جهود السلام الساعية لإيقافها، حيث تزداد أوضاعهم الإنسانية سوءا يوما بعد آخر. فمع اقتراب الحرب من إكمال عامها الثاني، ارتفع عدد المواطنين المحتاجين للمساعدة الإنسانية الماسة إلى قرابة 19 مليون نسمة من أصل 27 مليون نسمة، بينهم 10 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عاجلة منقذة للأرواح. وبحسب تقرير للأمم المتحدة، فإن اليمن بات على شفا مجاعة خلال العام الجاري، إذ إن 14 مليون مواطن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني نصفهم من الانعدام الشديد للأمن الغذائي، حيث لا يستطيعون إطعام أنفسهم بشكل كاف. ووفق وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، فإن كثيرا من المواطنين يجدون أنفسهم مجبرين على تفويت وجبات الطعام وتناول وجبات ذي قيمة غذائية منخفضة للغاية. ويدفع الأطفال الثمن الأكبر من بين المتضررين، إذ يعاني مليون طفل من الرضع والفتيان من سوء التغذية، فيما يعاني قرابة نصف مليون منهم من سوء التغذية الحاد. ويرى مراقبون أن الأوضاع الاقتصادية تدهورت أكثر جراء توقف صرف الرواتب، إذ لم يستلم أكثر من مليون موظف رواتبهم خلال الأشهر الماضية.